ايوه سلام شيرات، اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم نديرو جوله خفيفه بالدراجه كما نقولو حنا بالفيلو. اي كما راكم تشوفوا كاش نهار ان شاء الله نديركم فيديو على تحت لاكاف تاعنا اش كاين اش ما كاش كاش ان شاء الله نديركم كاع حد الخشوش هادو شافيهم. ها شعلتو بسم الله. شوفوا هنا في هذه البلاصه عندنا هنايا كاع اللي عندهم لي فيلو تاعهم شنو مامو شعلتو. مهم هاي شحال وحده هنا كاع الناس يحطوا الفيلو تاعهم كما راكم تشوفوا دايرين هنا تحت لاكاف تحت كما نقولوا حنا الباطيمه تاعنا. نشوفوا الفيلو تاعنا ان شاء الله، وان شاء الله هذه الجوله تاع اليوم تكون تعجبكم ان شاء الله. راكم تشوفوا المنظر تاع الطبيعه ما شاء الله، أجواء رائعة. هي راهم يوجدوا واحد الطائرات الصغيرة غادي يطيروها في السما. بالك كنت تشوف واحد الحاجة بلاكة سوداء تما كينا يديروا كما نقولوا حنايا الرياضة تاع بالبندقية كما نقولوا حنايا يطيروا رصاص يتعلموا. هاي راه ان شاء الله غنديكم شي تلواد تشوفوا المناظر ان شاء الله. بلعت لها الطريق مانيش عارفه نقدم الفيلو هكا ونجم نديكم فيديو نسيو على ربي ان شاء الله. بسم الله ايه ولا طحت ما تضحكوش. هي مزيه ما طاحش التليفون. يا الله كنت نتمشى في الطريق تاع الواط الله يجيب الخير. دوك نديكم ان شاء الله ملي هي تشوفوا الواد هذاك شباب الناس كاع راهم مجمعين وهنا يجيبوا كاع الكلاب تاعهم حشاكم يجيبوا الحيوانات يجيبوا كاع ولادهم يتمشوا يجوا مع بعض. تخش الجو راه شباب بزاف حامي شويه بصح الهواء هكا بارد كما نقولوا حنا. هذه هي كما راكم تشوفوا كاع الناس ثاني يجوا بالفيلو تاعهم يديروا سبور يتمشوا يحركوا شويه الدم يحركوا شويه الجسم تاعهم. حتى دوك الشوابين على بالك هنا تشوفوا لي يعجبوني الشوابين كما نقولوا لي عنده 60 عام 70 عام تلقاهم عندهم الفيرو ويتمشوا بهم ما شاء الله. غادي نسي ان شاء الله السوق ونوريكم المنظر ثاني في وقت واحد ان شاء الله يا ربي. شويه نسيت تاعي ليش هذا التليفون نسيته كوني جبته غايه راه شد لي التليفون هاكا نسوق غير بيد شويه صعيبه عندي مده ما سقتش الدراجه كيقول لك فيلو. شوفوا المنظر كشباب ما شاء الله روعه روعه بزاف. ترجمة
هنا دخلنا في واحد المنطقه جايه ايزولي شويه، منطقه ريفيه كما نقولوا حنايا. شنو نبدل روحي في الطريق. شوفوا المنظر، شوفوا الابقار ما شاء الله، شك شابين روعة علامة. قلت لكم انا في منطقة فلاحية، هنا رانا في مزرعة. شوفوا هادو كاع منا مزارع. ندير لكم بلاكة تاني هنايا بلي كاين هنايا ابقار، يعني صحاب الوطن يجوا منا خفيف يحرجوا الواحد. ما بغيتش نهضر بزاف، بغيت نقول تمتعوا بالطبيعه، تسمعوا الاصوات الحيوانات والعصافير. وشي غسلوا ها، ندير لكم هنايا المخطط تاع المنطقه. شوف كاش راه فيه هنايا كما نقولوا. ايه لا كروس فالت هنا نظن جاي معبد ولا كنيسة هنايا اللي يعيشوا فيه هذوك السيسترز، دوك اللي يقولوهم الأخوات هذوك. تاني هنا بلاصة، شوف الأزهار، شوف هذا الباب كيفاش صاير، دق تعطي راسك باه تفوت، شوف الأزهار شابة، وهنا تعطيك هادو كاع المناطق وكاع البلايص لكم بغيتو تروحو لهم، هاهي كتشوف هنايا الساقية تاعما. عالم المراه صافي تحتها شباب بزاف. هنا كنت فوق على العائلة تجي تجمع هنا منطقة شابة يجو جمع. وهنا في الواد اللي انا رايحين له قالك هادو هما الاسماك اللي غادي تلقوهم تما، دي فيشون ان دار لي ماتا، كاع انواع السمك. وهنا عندهم رخصة كما نقولوا باه تجي تصيد هادو الاسماك، اللي تجيب رخصة من لاميري كما نقول من بلدية منطقة يعطوك رخصة باه تصيد وتعاود ترد الحوت في الواد، يعني ممنوع تدي الحوت وتاكله. هنا راهم دايرين لك كاع اللي تنجم تصيدهم اللي تنجم تصيدهم. هيا لا نكملوا الجولة تاعنا هنا ونشوفوا الاجواء كي دايرة. شوف شابين هنا ينجم واحد يجيب الاكل تاعه ولا يجيب قهوة قاطو ويجي يجمعو يستمتعوا بهذا المنظر. شوف ديك الشجرة كي شابة روعة. مش عارفة راكم تسمعو في زقزقة العصافير ولا لا. هنا الكباش، انا قال لكم انا كاينه مزرعه تاع الكباش بيتسي. هذه اللي عندهم هنايا هادو السويسريين هنايا عندهم هذه الحاجه اللي مليحه فيهم، يعني كما نقولوا احنا من صغرهم يعلموهم التحيه تاع الناس، اي انسان يفوتوا عليهم كما نقولوا احنا نقول لهم سلام باللغه تاعهم الالمانيه، يقولوا غريتسي ولا هاي ولا هالو ولا كل واحد وش يقول. ايوا
هادو كاع من راهم كانوا يعاودوا في هذا البناء، مش عارفه علاش هذا. وهنا ثاني كاينه ساقيه واحده اخرى تاع الماء، تشوفوا تدي حتى لتحت منا، وكاين ثاني الجهه اللي منا، يعني احنا رانا فوق الجسر، فوق الجسر تاع الماء. هاي لا شوفوا لنا قاعده الطبيعه كاع. هاي ثاني مزرعه هنايا، كاينه مزرعه هاي الداخل. وهنايا دوك نهودو للواد الكبير اللي قلت لكم هذوك الاسماك اللي موجوده فيه، ويجو معروف هنايا عندنا في سويسرا الويديان بزاف اللي بغي يجي يعوم. ها الناس هنا شوف هذا الشعبي راهم مجمعين تمتعوا بالمنظر. هنا دغيا نظره خفيفه على الواد ونشوفو واش فيه واش ما فيهش. شلون دايرين هذه العلامه؟ هذه تاع السفينه يديروها باش يقيسوها باش السفينه ترسى كما نقولوا حنايا. ها هو الواد. شو داير لهم هذه هنايا توصيله يوصلوهم منا للضفه الاخرى. سلام روعة. جينا ثاني في هذه الشكل تاعها كيف داير. هادو دايرين هنايا غيران تاع النحل على سمراني نشوف هنايا تشوفوا الشكل تاعه هنا على سمراني نشوف العلم لله. الحشرات هنا يدخلوا صانعين لهم هادو هكا يبدا بين دي هوتيل دير لك اوتيل زعما تاع النحل سبحان الله. حتى النحل وهنا عاطين كاع المعلومات على هذا النحل اللي يجي هنايا انواع تاعه.